مرحبا بكم. الآن نحن مستعدين لنحصل على تقييم هذا التكامل السطحي. نحن مستعدين لنعبر عن هذا بمفهوم التكامل المزدوج للمعاملات عند مجال المعاملات. أول شيء سنقوم به هو إعادة كتابة هذا الجزء هنا باستخدام المعاملات، ونحن نعلم أن المتجه إن دي اس يمكن ايضا ان نكتبه كمتجه التغير في السطح دي اس، النقطة التي بنفس الاتجاه للمتجه العادي، وهذا سيكون نفس الشيء مثل المشتقة الجزئية لاس، المشتقة الجزئية لاس بالنسبة لأحد المعاملات، المشتقة الجزئية لأس بالنسبة لأحد المعاملات، ضرب تقاطعي مع المشتقة الجزئية لأس بالنسبة للمعامل الآخر، وكل هذا القيمة المطلقة للمتجهات هنا ضرب التغير في المعاملات دي ثيتا دي آر. كما يمكننا أن نعكس هذين الشيئين بالاعتماد على كيف يكون حساب التكامل المزدوج سهل، لكن لا يمكننا أن نعكس هذين الشيئين هنا لأن هذا حقيقة سيغير الاتجاه للمتجه، لذا علينا أن نتأكد أن هذا متجه بالاتجاه الأيمن. إذن دعونا نفكر حول الاتجاه بحيث المعامل الجزئي بالنسبة لـ R سيأخذه. إذن عندما تزداد R سنتحرك خارج عن مركز السطح الذي معنا. عندما تزداد R دعونا نستخدم لون آخر. عندما تزداد R سنتحرك حقيقة للخارج. إذن هذه الكمية ستكون متجه يبدو هكذا، ومن ثم عندما ثيتا تزداد ستكون تقريبا بهذا الاتجاه، تقريبا بهذا الاتجاه. وبهذا إذا أخذت الضرب التقاطعي يمكنك أن تستخدم قاعدة اليد اليمنى. نوجه إصبع السبابة باتجاه المتجه الأصفر، هذا المتجه الأصفر هنا، إصبعك السبابة باللون الأصفر. إذن هذا إصبع السبابة باللون الأصفر وإصبع الأوسط باتجاه المتجه البرتقالي. إذن هذا الإصبع البرتقالي وهذان إصبعان آخران هنا، ومن ثم إبهامك سيكون باتجاه الضرب التقاطعي. إذن إبهامك سيكون هكذا هنا، والذي هو الاتجاه بالضبط الذي نحتاج أن نعينه. نحتاج أن نعينه للأعلى، نحتاج أن نعين الاتجاه بشكل صحيح. إذن الترتيب، إذا وجهنا الإبهام أسفل هذا المستوى، ومن ثم نحتاج أن نعكس هذا الترتيب. إذن دعونا نقيم هذا الضرب التقاطعي. إذن الضرب التقاطعي لتحديد المعامل الجزئي بالنسبة لـ R، ضرب تقاطعي مع تحديد المعامل الجزئي بالنسبة لثيتا. علينا القيام بالمصفوفة لنحصل على الضرب التقاطعي. إذن المكونات I J K مثل هذا، ومن ثم أولا سأكتب المشتقة الجزئية بالنسبة لـ R. إذن مركبات I، إذا أخذنا المشتقة لهذا بالنسبة لـ R تكون جيب تمام ثيتا، مشتقة هذا بالنسبة لـ R هي جيب ثيتا، والمشتقة لهذا بالنسبة لـ R هي سالب جيب ثيتا، سالب جيب ثيتا. ومن ثم أخذنا المشتقة لهذا بالنسبة لثيتا ستكون سالب R جيب ثيتا. إذن سالب R
جيب ثيتا مشتقة مركبات جي، بالنسبة لثيتا ستكون جيب تمام ثيتا ومشتقة كي مركبات كي أو مركبات زد، بالنسبة لثيتا ستكون سالب آر سالب آر جيب تمام ثيتا مشتقة سالب آر جيب ثيتا هي سالب آر جيب تمام ثيتا. والآن سنقيم هذه المصفوفة، إذا هذه هنا تساوي مركبات آي ستكون، إذا نتجاهل هذا الصف وهذا العمود ونحصل على جيب ضرب سالب آر جيب تمام ثيتا، إذا سنحصل على سالب آر، دعونا نستخدم لون آخر، هذا أرجواني، سنحصل على سالب آر جيب تمام ثيتا جيب ثيتا ناقص، حيث هذه عدد سالب، إذا عندما نطرح عدد سالب يصبح موجب، إذا زائد آر جيب تمام ثيتا جيب ثيتا، وهذا دائما جميل، هذا زائد هذا يساوي صفر، سالب يلغي الموجب، إذا هذا يساوي صفر، وبهذا لا يوجد لدينا مركبات لآي. الآن نجد مركبات جي، تذكر هذا سيصبح سالب جي، ونتجاهل هذا العمود، جيب تمام ثيتا ضرب سالب آر جيب تمام ثيتا هي سالب آر مربع جيب تمام ثيتا، فقط نضرب هذان الاثنان، ومن هذه سنطرح هذه ضرب هذه ضرب هذه، إذن هذه ضرب سالب آر جيب ثيتا تعطينا آر مربع جيب ثيتا، إذا هذه ناقص، نطرح حاصل ضرب هذان الاثنان، حاصل الضرب سيكون موجب آر مربع جيب ثيتا، هذا دائما أصعب جزء، يمكن أن يجعلك تخطئ هنا، وهذه تبدو بأننا يمكن أن نبسطها خلال ثانية، وضعنا الإشارات هكذا فقط للمتعة، لكن هذه الإشارة السالبة توزع وتصبح موجبة، هذه تصبح موجبة، وهذا يساعدنا في تبسيط هذا قليلا. إذا مركبات كي سأكتبه بالأرجواني أو سأكتبه بالأزرق، مركبات كي نتجاهل هذا العمود، إذا كي ضرب جيب تمام ثيتا ضرب آر جيب تمام ثيتا هو آر مربع جيب تمام ثيتا، ومن ثم سنطرح سالب آر جيب ثيتا ضرب جيب ثيتا، وهذا سيكون سالب آر مربع جيب ثيتا، وبطرحه سيصبح زائد آر مربع جيب ثيتا، وهذا يمكن أن نبسطه جيدا. حسنا، هذه العبارة هنا يمكن إعادة كتابتها آر ضرب آر ضرب مربع جيب تمام ثيتا زائد مربع جيب ثيتا، وبالاعتماد على القواعد هذه تساوي واحد، إذن هذه تساوي آر جي، وهذه هنا تبسط لنفس النتيجة تماما، هذه R ضرب مربع جيب تمام ثيتا زائد مربع جيب ثيتا، وهذه أيضا تساوي واحد مربع جيب ثيتا، هذه أيضا تساوي واحد، إذا هذه تبسط إلى R K، إذا هذا كله، هذا الناتج من الضرب التقاطعي للمسألة هنا، تبسط إلى R J R J
زائد ار كي. والآن يمكننا كتابة تكامل السطح. تكامل السطح يمكن كتابته مثل التكامل المزدوج، ربما نغير الترتيب عندما نكامل. إذن التكامل المزدوج تكامل مزدوج. والآن نريد أن نحدد مجال المعامل أو مجال ثيتا. إذن هذا التكامل المزدوج لالتفاف المتجه F curl of F، المتجه F ضرب نقطي مع هذه المسألة، ضرب نقطي مع هذه المسألة R J زائد R K. ومن ثم سيكون لدينا معاملان يمكن أن نعكس الترتيب بحيث يمكن كتابتهما دي ثيتا دي آر. ومن ثم إذا اتبعنا هذا الترتيب ننتقل من 0 إلى 2 باي، وآر تنتقل من 0 إلى 1. وبما أنه يمكننا تبديل أماكن هذا، أيضا يمكننا تبديل هذا. سأغادر الآن، وفي الفيديو القادم سوف نقيم هذا التكامل. إلى اللقاء.